بالعكس هو السيد بروم صالح هو يفترض أني هم ما تنقدت البارحة نعم. يعني هو يفترض أن أول ما يحل وينهي عقود مستشاري لأن الخدعة مستشاري يعني دكتور يعني برهم صالح بالسادس إعدادي امتحن بالسجن طلع الثالث على العراق شنو خدعة مستشاري؟ اسمح لي أولا يعني منطقية هاي؟ أولا الرئيس الجمهورية لديه مستشارين قانونيين ومستشارين يراجعون ما يكتب القانوني وتقدم له هذه من قدمت له اللائحة وقع الرجل مثل ما وقع أنت على مراسيم أنت مقتنع دكتور؟ لا لا على مراسيم أي. أخرى ابن أنا الوزير ابن محافظ النجف نعم ما يدري هيك وقع الأمر المرسوم هسه هي روايات كثيرة زين هسه هي روايات كثيرة